السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزاع عشائري ضاري وحريق محلات تجارية من ناحية الأسكندرية والسلطات تفرض حظر التجار. هنعرف مع بعض تفاصيل الخبر، بس يا ريت ما تنسوش تدعموني باللايك والشير، فعلوا زر الجرس عشان كل ما ننزل فيديو جديد يوصلكم بكل سهولة. هنصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نزاع عشائري بين العشائر أدى إلى حريق محلات تجارية. قامت قوات الأمن بالسيطرة على حريق المحلات التجارية الواقعة في ناحية الأسكندرية ببابل وفرض حظر تجوال في المنطقة. ده كان الخبر بتاعنا. لو وصلتوا معايا لحد هنا لايك وشير، فعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.